جايك ودعتك باكر اعتبرها الفلوس يمك. شنو يا معود بحال فلوسك هاني؟ لا يثرعد هذا فايل هسه بالوزاره باكر اعتبره متعين وداعتك انت. تخيلك انت مبين عليك ابن عائله وابن وادي والبرا مو ولد وادي؟ ما نسوي شيء. شو تريد اسوي لك؟ تريد عينك؟ هسه خابر لك الوزير. خابر للوزير؟ خلي يشوفون شغلهم وياك. هذا خيلك دخيلك. هذا اللي شفناه هو متواجد بحياتنا اليوميه، لكن تختلف الاسماء ما بين 56 محتال نصاب الى اخره من الاسماء، حتى استاذ وحجي. لكن هاي الاصوات اللي نسمعها الان هي اصوات الناس اللي ضحك عليهم واللي هم ضحاياه. لكن قبل ان نحكم عليه ونشوف هذه القصه بتفاصيلها، هم ضحايا لو هو ضحيته. بس تحب احنا نسيب لو انت تحكي لنا. شو احكي؟ انت شفت وضعي. والله وكيلك بطرق الملابس اللي لابسه وفلوس الناس وين وديتها؟ راحت وزعتها كلها. تريد مني يعني هسه تريد تقنعني انت ما عندك شيء وكل هاي الناس تركض وراك وتريد تثبت لك معقوله؟ وانا بعد كل شيء وما مصدق معناها ما عندي فلوس. بعدين نحكي على سالفه الفلوس. انت نصاب. هاني إنسان فاعل خير أسهل الأمور للعالم من خلال الواسطة وأخذ مالاتي وأنت تعرف الفلوس مضاقة. أحكي للصبر إيش كم واحد نصبت عليه أو خلصت له شغلته؟ ماكو شيء يخلص بيوم وليلة، كل شيء هذا وقت. هسه راح نذكرك أول شخص نصبت عليه وشون كانت الطريقة؟ خاف ما تتذكر؟ راح ننعش ذاكرتك شوي. صار 6 أشهر ويومية تقول لي باكر. ما بقى شيء، وأنت صبرت صبرت. بس ما يصير هيجي، أنت ورطتني. أنا أخذت فلوس بالفايلز، وراح يصير عليهن أكثر من 6 أشهر، والفلوس دي يتضاعفن علي. وشنو يعني؟ خلي يتضاعفن فد مرتي. أنت أخذت فايز أخذت فايز. يا معود. يا ابن الحلال والله العظيم فلوس عشا ما عندي الجهال. اذا الشغله ما تصير قل لي وبيناتنا نحلها، يعني ما معقوله ابقى اتامل واحلم. انت حلمت حلمت احلم اكثر. الى متى؟ تعطيني موعد ثابت. هسه خابر لك واشوفك. قوم جيب لنا كارت اسيا ويا اثير، خاف يطلع تليفون الاسيا مغلق. ولا تنسى ان ترجع جيب لنا كم فلس شوم يلبسها. ومنين اللي صار 6 أشهر اجيب وورق لك وارجع لي ورا؟ انت ورطت ورطت، شنو يعني؟ يعني شوفوا، صاحب الحق هو من يتوسل بهذا النصاب، حارق وقته وجهده ونفسه، لكن هذا النصاب او الخبيث يتلاعب بيه يمين ويسار ويحاول يأمله ويخليه يحلم. هذا النصاب قلت لك مو نصاب. أنا ضحية. تضحية؟ فهمني بالله شلون تضحية صحيح؟ أنا فتت فلوس بالفايز وما قدرت أسدد. وبعدين قمت أتداين من هذا ومن ذاك. وصرت آخذ فلوس من هذا ومن ذاك. خلي نرجع أنا وياك 6 أشهر لورا وراح تشوف بعينك شلون كانت الوضع. قبل أن نرجع وياك 6 أشهر لورا، أحب أنوه على شغلة أعزائي المشاهدين. مثل هذا الأشخاص محترفين جداً بالاغتيال مو فقط بالفلوس إنما بالوقت. من الممكن السنة تتحول إلى يوم و6 أشهر إلى 6 أيام. خلنا نضبط وقتي وياه حتى ما يستهلك، لأن هو مثل ما تعرفون متمرس بهذا الشيء.
خلينا نفكر 6 سنوات لي ورا، أقصد 6 شهور لي ورا. يا العزيز والله ما أعرف، أخاف أتورط. يا بيه شلون تتورط؟ هي معاملة حالها حال غيري. بس ماكو شيء مضمون وكلهم يردون. عيني شوف ايش قد يردون ومالاتك فوقاهن وتوكل بالله. والله ما اعرف اخاف بعدين. هم رجعنا للخاف وما خاف وما ادري شنو. عيني تعين لي لو اروح اشوف واحد غيرك ما يخاف. ابي قلت ويلك بس السعي جابتني وباكر كم من الباقي. ماشي هاي 300 دولار وتوكل بالله. ها هي حبيبي ابو شحاف، شلونك شلون صحتك؟ انت مدك شغل فلوسك؟ لقيت لك شغله تدب منها ذهب. اي ومضمونه 1000%. انت بس دبر لي 50 ورقة وما عليك الباقي. باعوا فلوس الناس شلون تروح منا ومنا؟ ويوقع بيها الفقير اللي يريد تعيين واللي يدور إنه مشروع الحياته حتى يضمن مستقبله، ويبيع أغراض بيته أو ذهب زوجته حتى يحصل له وظيفة، لكن يوقعون بيد اللي ما يخافون الله. زين أنت شنو؟ تريد تبرر نفسك مثلاً؟ ما أبرر شيء. أنت شفت كل شيء بعينك. أنا شفته بعيني. أنت واحد شذاب أو نصاب وضحكت على الولد وأخذت فلوسك. وأنا طالب. أنا ما أخذت كل شيء. شنو الفرق بينك؟ هي هاي اللعبة وهو هذا السر، وراح أقول لك إياها لأن أنت مبين عليك خوش ولد وبن عائلة. بس إيش عجب ما جبت مستمسكاتك هسه عينك؟ عوف التعيين هسه على صفحي واحكي لي شنو سر المهنة يا إيلون ماسك. كل الناس هي اللي تجيب لي الفلوس ويجون يتوصلون بي ويجيبوا لي الفلوس لحد عندي. ما ضربت أحد. يعني تستغل طيبة الناس وحاجتهم للعمل والتعيين وتسمي هذا ذكاء وسر مهنة مثلا؟ شوف أهم شغلة بحياتي أنه أنا أعتبر نفسي أذكى واحد بالعالم، لأنه أنا أخلي العالم كله تجيب لي فلوس بدون ما أضغط على أي أحد وأغصبه. منو الناس اللي تختاره ومنو أغلب ضحايا كريدة عفاس؟ أغلب الناس اللي استفاد منهم اللي يريد تعيين، اللي يريد يشغل فلوسه، اللي يريد يصعد وما شابه الأبد. زين أنت ما فكرت شنو مصيرهم بعدين؟ لهالدرجة أنت لا إحساس ولا ضمير عنك؟ مواني أصلاً تعرضت للنصب بالبداية ولعبوا لك شغلتنا سهلة، هم بيها هم وغن وهم مرات أنظر بواري. ارجع وياي لي ورا وراح تشوف كل شي بعينك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 عالج مسألة النصب والاحتيال ابتداء من المادة 456 إلى المادة 459. الابتداء للمادة 456 عاقبت بالحبس يعني من مدة 3 أشهر إلى مدة 5 سنوات كل من قام باستلام مال منقول سواء بالمباشر أو عن طريق شخص آخر بالطرق الاحتيالية، يعني استخدم طرق احتيالية في الحصول على هذا المال أو باستخدام صفات غير صحيحة أو بانتحال صفات أو حتى إذا كان هذا يعني المال يعود لحدث يعني أقل من 18 سنة أو أنه هو كان الشخص يعني المحتال هنا مؤتمن على هذا المال، هنا يعاقب بالحبس يعني جنحة وتحال الدعوة طبعا إلى محكمة الجنح. هذا أولا بالنسبة لجريمة النصب بالاحتيال مادة 456 قانون العقوبات. أما المادة الثانية الشغالة كثيرا والتي نجدها في المحاكم هي المادة 459 من قانون العقوبات، وهي تحرير الصاك بدون رصيد. يعني شنو واحد يحرر الواحد صاك وما عنده رصيد؟ وهنا طبعا
المحكمة محكمة التحقيق عندما يتم توقيف المتهم على هذه الجريمة الخطرة، طبعا هي تحرير الصك بدون رصيد، هي تحصل كثيرا بين التجار. تقوم محكمة التحقيق بإرسال يعني كتاب إلى المصرف لبيان هل إنه هذا المتهم عنده رصيد ما عنده رصيد، فمن يأتي يعني يأتي جواب أو يسمى استشهاد المصرف بأن هذا الشخص ما عنده رصيد، خلاص هذه شكل الدليل قاطع لا يقبل إثبات العكس. يعني أهم شيء في جريمة تحرير الصك بدون رصيد اللي هي يعني جريمة نصب بالاحتيال هو الاستشهاد الذي يأتي من المصرف، فهنا تحال إلى محكمة الجناح. عقوبتها تحرير الصك بدون رصيد هي السجن والغرامة، يعني ليس فقط السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، لا غرامة. طبعا أصعب شيء في جرائم تحرير الصك بدون رصيد هي أنه عقوبة الغرامة هي مضاعفة، تكون 5 أضعاف قيمة الصك. يعني إذا كان قيمة الصك مثلا المحرر 5 ملايين دينار فتنضرب في 5، هذه طبعا السبب في تجديد في عقوبة الصك بدون رصيد هو حتى المشرع يحد من هذه الجريمة. طبعا هذه الجريمة هي تكثر كما قلنا بين التجار بين أصحاب الأعمال، لكن هي يعني تضرب حسن النية. وقدرت تطلع فلوس الأول والثاني والثالث ومن الرابع؟ لا، لأن كل المصاريف زادت والفلوس كلها قامت تجي منها وتطير منها، ما يبقى أي شيء منها. قلت لك أنا المحل. بعدك مصر أنت ضحية يا أخي، تدمرت عوائل كبرها. هم من يدهم ما حد جابهم، هم اللي إجوا وقالوا أريد تعيين وهاك الفلوس. لا تشدد، خلي رجعك قبل 4 أشهر لي ورا. شنو سويت؟ أعزائي المشاهدين، خلي أنبهكم من هذول الأشخاص اللي ما يحترمون الوقت. هساني لابس الساعة كل شوي أدقق عليها، لأن هاي الساعة بها يوم وشهر وسنة وكل التفاصيل، لأن هذول الأشخاص ممكن يخدعونك بالوقت. فخافوا من الأشخاص اللي عدتهم اليوم سنة والسنة يوم. هسه غيري فضني صار 5 حلقات وأنا بس انتظر حلقة واحدة. شفتوا؟ لنزز حديد 9 شدات ونص، ايش قد تدفع مقدمة؟ احنا بيناتنا فلوس على بختك. بس والله استاذ هاي التزامات وانت تقرب بعد. مو تدري احنا فلوسنا مبشرة بالسوق ونطلبها، انت بس اعطيني وقت وانا اشوف لك شغله مرتب. شنو شغله؟ بس بيني وبينك وما اريد احد يعرف، لان هاي اسرار واسرار كلش كبيره. شنو يا معود؟ قابل 4 رهاب؟ 4 شباب يا معارض يا تبيع سيارات بالقسط، انت كل عقلك تحكي؟ ما فهم شيء. ما هو المنطقه بها بير مال نفط وانا حطلع لك تعويض بخبزه، والمعارض تتأجر ملايين الدولارات سنويا. انت بس قوم سوي لنا مكاتبة. معقول استاذ هالشي راح يغير حياتي؟ وحياتي وياك. انت بس قوم وجيب لنا 9 شدات. شنو؟ حبيع لك السيارة، ليش تسوي وكالة وتتعب نفسك؟ انت بس ناوشني 9 شدات وانا بعطيك اياها جوا السوق ب50 ورقة. طبعا هاي سالفتك ما صارت بكل العالم. بعد وبعد تبعتك الشايف ودعتك إلا رجعك شباب. انت بس قوم جيب لنا 9 شدات وجيب لنا وياها نص نفر كباب. كيلو كباب بتسع شدات هسه تجيك. انا هالمرة ما تقدر تقول الناس هي اللي تجيب لي الفلوس. مو؟ استغفر الله. بس بتشوف ايش قاعد اسوي؟ جاي تاكل كباب غير؟ لا اشرب شاي. وانا الرجال حقاني وما اكل حق احد. وهذا المسكين اللي راح يجيب لك فلوس 9 شندات. انت بلسانك قلت وراح يجيني. ما ضربت علي لو قلت لي ومقابل شنو؟ سيارة؟ سيارتين؟
ضحكت عليه وخدعته وسوى لك وكالة ورجعت بعت له السيارة مرة ثانية ضحكت عليه بتسع جندات بس هو استفاد 50 مرة وانا قلت لي جوا السوق واحنا فلوسنا مبشرة وانا رجال حقاني وما كل حق احد بعدك تشذب وتماطل وتراخ منو كذب عليك؟ هو يريد يعيش احلام مو واقعية وانا اخذت هاي الفلوس على مود علمه واخليه ما يعيش هاي الاحلام وانا رجال حقاني وما كل حق احد زين كملت غداك؟ يلا خل اخذك شهر اللي قدام انتظر قال يجيب الفلوس طبعا النصيحة اللي حتى ما يوقعون بهذا الفخ هو اولا لا تستعجل بالحكم على شخص معين صادقة جاملة ما يخالف ولكن لا تعطي اي اموال اي اسرار باول لحظة هذا جانب الجانب الاخر اكو هناك ايضا الاحتيال مو الا وجه بوجه قد يكون احتلال عن طريق الالكتروني اللي هو مثل الفيز غير الفيز فانت ايضا كن حذر لا تنطي حساباتك لا تصدق باي موقع يجيك باي رسالة تجيك وبالتالي راح تكون انت محصن ايضا الله سبحانه وتعالى اعطانا نصيحه بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه يعني معنى دائما اي عمليه تقوم بها سواء قرض او سواء اي معامله انت ماكو مانع تاخذ اوراق تاخذ شهود وبالتالي راح تضمن حقك امام المحاكم والا على طريقه الثقه فانا انصح الانسان ان دائما يتبع الطرق القانونيه والطرق هذا احنا نسميها بالاوراق حتى يضمن حقه. طبعا انصح ايضا بنفس الوقت قضيه المحتالين اللي احنا نسميهم 56 ان يتركوا هذا الطريق. لأن أنا أعتبرها مو رجولة ولا شجاعة يعني مثل ما أنت تريد تكسب الأموال بهذا الطريق الملتوي حسب حساب هذا الضحية هو ثق بك هو أعطاك كل يعني أعطيتك كل الوعود وبالتالي يجب أن يكون أنت أيضا لديك قلب رحيم لديك رحمة لديك مروءة لديك أشياء إنسانية وبالتالي راح يعني أكو كسب حلال أكو طرق مشروعة أفضل ما تأخذ هذا الطرق الملتوية وتأخذ مثل أموال هذا الإنسان يجو جابها بتعب يجو جابها بأشياء شرعية وبالتالي راح يعم الفساد وتعم عدم الثقة بين المواطنين من خلال أنت تكون أنت السبب شاقت في العوام الأخيرة ظاهرة النصب والاحتيال التي تعرف محلياً بالـ56 الاسم مشتق من المادة القانونية التي تعاقب المدانين بالنصب والاحتيال تقارير مختلفة تشير أن الكثير من الأفراد وبعض الشركات التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين لا يتركون أي دليل قانوني يدينهم تستحوذ بعض الشركات والأفراد على أموال المواطنين بعد الإيقاع بهم في فخ النصب والاحتيال عن طريق إغرائهم بتشغيل أموالهم أو إيجاد فرص عمل للعاطلين بعض الشركات الوهمية لاذت بالفرار دون ترك أي أثر يشير إلى عنوانها بعد استحواذها على مبالغ طائلة من ألوف المواطنين لقاء وعود بالحصول على العمل أو السيارات أو غيرها تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض على المدانين بالنصب والاحتيال من أفراد وشركات وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تعاقب المدانين بالنصب والاحتيال بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 أعوام أغلب من يقومون بالنصب والاحتيال لا يترك أي دليل لهذا ينصح القانونيون بإثبات حقوق المواطنين بأوراق مكتوبة وموقعة يجب تحري قانونية الشركات التي تستحصل أموالاً لقاء الخدمات التي تقدم للمواطنين خشية وقوعهم تحت طائلة الشركات الوهمية هذا الشخص ما يقدر يبطل النصب والاحتيال لأن تمشي بدمه يستغل طيبة الناس وضعف القانون واستغلال الثغرات القانونية الموجودة ممكن علاقاته بأحد الأشخاص الموجودين وأيضاً استغلال سوء الوضع الاقتصادي للبلاد
وطلب الناس للمعاملات أو التحية. اليوم خلال ما عرضنا حلقتنا لهذا اليوم مجموعة لمواقف أحد الأشخاص اللي يمارسون الاحتيال بطريقة محترفة، رح نعرض لكم أحد الحالات اللي نصب عليها وأول حالة احتال عليها بطرق مختلفة. خلينا نشوف أنا وياكم شلون كان الموقف. يعني أنت كنت مجبور تنطي فلوسك للشخص بدون ما تتحرى عنه يصير هيك؟ طبعا مجبور، خريج وعاطل عن العمل واللي عنده شهادة عطال بطال قاعد بالبيت وغير هواية من الناس، وين أروح؟ كلامك على عين وعلى راسك، أنت خريج تريد فرصة عمل، لكن مهما يكون لازم تسأل عن سمعة الشخص، تعرف شنو هذا الشخص، شنو موارائيات شخصيته. يلا تنطي فلوسك. شفت خوش إنسان بالنوادر سمقته طيبة، قلت ننطيه فلوس وبدي الله يسهل أمره ويطلع تعيين. الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم حتى الدين يقول القبول لازم يكون فيه، إذا تدعونكم لدين كاتب العدل لازم موجود وشهود عنده. عندك وصل أمان منه شيء تلي؟ أي شيء ما عنده، وحتى لو عنده شيء فيه العراق كله يطلبه. زين حقيقة أنا بسألك، وأنت موضوعك تعرف فيها جدا لما سمعنا القصة كلها وشفناها خلال الحلقة، شلون أقدر أساعدك؟ شنو أقدم لك؟ أو شلون نعالج مثل هاي الحالات وننصح الناس؟ والله ما أعرف، يعني أنا أتمنى أن القانون يكون بإجراء يكون بإنصاف، اللي ما عنده يبيع أغراض بيته، واللي يتداين، واللي يأخذ فلوس بالفايز وتاليها يقع ضحية مثل هيش ناس. مع الأسف باوع كل ضحايا أكبر، ناس تبكي، ناس تنطر، ناس دمرت حالتها النفسية. مرتاح أنت هسه؟ وهن شنو رئيس وزراء وعينهم كلهم؟ ما ماشيين. لا تحل مشكلتك وحدك أحسن، مو؟ ماكو غير حل واحد، نجيب واحد من عندهم وناخذ منه كم فلس على متعين، بلكي تطلع فلوس اللي قبله وهيك نرجع نسوي معاملاته. يقول لي أنت ما جايب مستوصفاتك؟ أنت الحل الوحيد لمشكلتك ومشكلة غيرك ووجود نظام مؤسساتي رصين، والقانون بيمشي على الجميع، الكبير قبل الصغير، وحتى ماكو أموال تشتغل بالخفية أو الاحتيال. أعزائي المشاهدين احذروا أن تنطون أموالكم لمثل هؤلاء الأشخاص إلا وجود وصل أمانة بينكم وأكو شهود، وحتى لو أكو لا تنطون فلوسكم لمثل هذه النماذج، لأن الحاجة أم الاختراع، وممكن يخترعوا لك آلاف الشغلات في سبيل يأخذون فلوسك من عندك.